طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة، انتظام وانتساب وشعبة اللغة الإنجليزية، مرحبا بكم في مادتنا قانون العقوبات القسم الخاص. سأتناول مع حضراتكم الجزء المتعلق بجرائم الاعتداء على المصلحة العامة. في هذا الجزء أبدأ معكم الحديث عن جريمة الرشوة. هذه الجريمة هي جريمة خطيرة يترتب عليها ضرر كبير في المجتمع. ما المقصود بالرشوة؟ الرشوة هي طلب أو أخذ أو قبول لوعد أو عطية، أي فائدة يصدر من موظف عام أو من في حكمه للقيام بعمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات وظيفته. إذن الفاعل في هذه الجريمة، جريمة الرشوة، هو موظف عام. موظف عام، على التفصيل إن شاء الله اللي هنتكلم فيه في المحاضرة القادمة، ولكن فقط أريد أن نعرف المقصود بجريمة الرشوة. يعني إيه رشوة؟ رشوة أي أن موظف عام، هذا الموظف العام يطلب فائدة من صاحب الحاجة أو صاحب المصلحة، وذلك للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته. العلة من تجريم الرشوة، الرشوة هي صورة من صور الفساد في الإدارة، يترتب عليها سوء سير الوظيفة العامة. كما شبهت لحضراتكم بالأمس، الرشوة هي كالسرطان، تسري في جسد الجهاز الإداري وتؤدي به إلى إيه؟ إلى الهاوية. أترك حضراتكم مع فيديوهات، هذه الفيديوهات توضح لكم الضرر الكبير الذي يترتب على جريمة الرشوة. شكرا لكم، خالص تحياتي.